مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. في بداية هذا الأسبوع هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي ما بين ضعيفة إلى متوسطة، تؤدي أحيانا إلى سقوط زخات رعدية من مطر في أماكن محدودة ولفترة محدودة، وأيضا يقتصر تأثيرها تقريبا على المناطق الشمالية الشرقية من المملكة. واعتبارا يوم الثلاثاء هناك ارتفاع أيضا تدريجي على درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ وإياكم باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد. يوم الأحد أجواء تقريبا معتدلة في النهار لطيفة في الليل، تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، وهناك فرصة لبعض الأمطار أو زخات متفرقة المطر في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 25 والصغرى 14، المرتفعات الوسطى 20-12، المرتفعات الجنوبية 18-9، والأغوار البحر الميت 30-18 درجة، وخليج العقبة 30-16، والمنطقة الجنوبية الشرقية 23-12، والمنطقة الشرقية أو البادية الشرقية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 27-15 درجة مئوية. يوم الاثنين هناك حالة أقوى شوي من عدم الاستقرار الجوي عن اللي كانت سائد يوم الأحد، بحيث أنه تصبح الأجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية تقريبا، بعض المناطق الوسطى والجنوبية وأحيانا الشرقية أيضا، وتؤدي إلى سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا لفترة محدودة وفي أماكن محدودة، وفي المناطق الجنوبية أيضا هناك إثارة الغبار والأتربة خاصة في منطقة العقبي والبادية الجنوبية الشرقية. والحرارات المتوقعة، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 26 والصغرى 16، المرتفعات الجنوبية 21-15، المرتفعات الوسطى 21-15، المرتفعات الجنوبية 18-12، والأغوار البحر الميت 30-18، وخليج العقبة أجواء مغبرة 29-19، البادية الجنوبية الشرقية 22-13، والبادية الشرقية 26-14 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استقرار على الأجواء وارتفاع على درجات الحرارة، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 29 والصغرى 18، يعني اعتبارا يوم الثلاثاء أجواء ربيعية معتدلة بالنهار، ربيعية لطيفة ليلا، والمرتفعات الوسطى 25-18، المرتفعات الجنوبية 23-16، الأغوار البحر الميت 34-23، وخليج العقبة 34-22 درجة مئوية. أجواء حارة نسبيا في النهار في البحر الميت والأغوار وكذلك في العقبة، لكنها معتدلة أثناء الليل. المنطقة الجنوبية الشرقية 25-16، والبادية الشرقية 28-16 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء المستقرة والمشمسة في النهار والمعتدلة نهارا واللطيفة ليلا، المناطق الشمالية 33 العظمى والصغرى 19، المرتفعات الوسطى 28-20، والمرتفعات الجنوبية 26-19، أما الأغوار والبحر الميت أجواء حارة نسبيا 36-24، وكذلك الأجواء في خليج العقبة حارة نسبيا 36-23، البادية الجنوبية الشرقية 28-19، والبادية الشرقية 30-18 درجة مئوية. يوم الخميس استمرار أيضا الأجواء معتدلة في النهار، لطيفة في الليل في معظم مناطق البادية وأيضا مناطق المرتفعات الجبلية، ولكنها حارة نسبيا في الأغوار والعقبة. المنطقة الشمالية العظمى المتوقعة 31 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 27-15، والمرتفعات الجنوبية 27-12، خليج البحر الميت والأغوار
35 إلى تقريبا 23، وخليج العقبة 35 إلى 19، وأجواء مبرة في منطقة البادية الجنوبية الشرقية 30 إلى 15، والبادية الشرقية 34 حارة نسبيا أثناء النهار ولكنها لطيفة أثناء الليل، 18 درجة مئوية الصغرى المتوقعة في مناطق البادية الشرقية. أما يوم الجمعة، يوم الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، تعود درجات الحرارة تقريبا إلى حول معدلاتها، أجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، المرتفعات الشمالية العظمى المتوقعة 24 والصغرى 13، المرتفعات الوسطى 21-11، والمرتفعات الجنوبية 20-11، والأغوار البحر الميت 31-20، والخليج العقبة 30-18، البادية الجنوبية الشرقية 27-15، والبادية الشرقية 31-15 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع